السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب الرسول تام المسموع نقدم لكم حلقة جديدة من حلقات من امهات المؤمنين، قصة السيدة زينب بنت جحش الخزيمية. هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد مكة قبل البعثة 17 سنة، وكان من المهاجرات الأول. أسلمت قديما زواجها من زيد. كان زيد بن حارثة مولى للسيدة خديجة، فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهبته له، وتبنه الرسول فأصبح زيد بن محمد. وبعد الإسلام نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، فعاد من جديد زيد بن حارثة. وأما قصة زواجه من السيدة زينب تعود إلى أن زينب قد خطبها عدة من قريش، فأرسلت أختها حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت حمنة: من هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. فغضبت حمنة غضبا شديدا وقالت: يا رسول الله، أتزوج ابن عمتك مولاك؟ وعادت زينب إلى زينب فأخبرتها، فغضبت زينب وقالت أشد من قول أختها. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأرسلت زينب إلى الرسول وقالت: إني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله، افعل يا رسول الله ما رأيت. فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا، فكانت إزرا عليه، وشكاها زيد إلى الرسول الكريم، فعاتبها الرسول وقال: زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال زيد: أنا أطلقها. وطلقها زيد. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة إذ أخذته غشية فسري عنه وهو يبتسم يقول: من يذهب إلى زينب يبشرها، وتلا قوله تعالى الذي يأمره بالزواج منها. وتزوج الرسول امرأة زيد بعده، وانتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبنى غير بصير ابنه. كانت تفتخر بزواجها منه صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني والله ما أنا كإحدى نسائك، لست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها، غيري زوجنيك الله من السماء. وقد كانت رضي الله عنها تفتقر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلي كنا، وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. لقد سمعت بأم المؤمنين ومفزع اليتامى وملجأ الأرامل، وقد اكتسبت تلك المكانة بكثرة سقائها وعظيم جودها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. وإنما أراد طول اليد بالصدقة. توفيت رضي الله عنها السيدة زينب 20 من الهجرة وهي بنت 50 سنة، وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت بالبقية.